حلو، قولي يا عامر في ايه؟ انا مسافر النهارده، ما كانش ينفع اسافر من غير ما اشوفك. انت راجع مصر؟ صالح عنده مشكله، لازم ابقى جنبه. المشكله انت كده كده كنت هتروح تشتغل معاه في الارض بتاعته. هاي المشكله بقى ان في ناس ناسبين عليه في الارض دي، لازم انزل اسوي معاه المشكله دي. انت نازل تموت نفسك ولا ايه؟ في يا صابرين انت بتقولي ليه كده؟ عشان انا عارفك يا عامر، انت عصبي جدا ورايح تواجه ناس بلطجيه. لا ما تقلقيش على حبيبك، حبيبك جدع قوي ويسد في اي حد. انا كل مشكلتي ان انا خايف عليك انت، عارف ان انت قلبك هيبقى ملهوف عليا. طب بدل خايف ما تسافرش. انا بقول لك مش خايف على نفسي، خايف عليك انت. علي انا؟ ما انا هنا ما فيش حاجه. خايف عليكي من زمان امك، عارف انك مش هترفضي لها طلب وهي تعبانه، كل شويه تجيب لك عريس واتنين. ايه مستغربه ليه؟ مستغربه ان انا عرفت. بس انت عرفت ازاي؟ ما هو مشكلتك بقى ان انت وامك ما تعرفوش ان الدنيا قد كده. بس والله العظيم انا رفضت وما قلتلكش عشان ما تتضايقش. عارف انك بترفضي، بس انت كل مره بترفضي عشان بتحبيني. بس امك مش هتبطل تجيب لك عرسان واحد واتنين وتلاته عشان توافق. المرة اللي فاتت رفضت عشان، بس المرة دي بقى بترفض عشان خايفة مامتك تتعب بسببك. كأنك كنت معايا يا عمر. أنا معاك على طول يا صاحبي. وأنا هستناك يا عمر. سلام فاتي. اهلا يا عم. ايه مالك؟ انا مسافر مصر. ليه؟ صالح جرى له حاجه؟ لا صالح كويس الحمد لله، بس شكله كده عنده مشكله في الارض اللي اشتراها دي. ايه؟ نصب عليه ولا ايه؟ لا ابدا، بس شكله كده مش عارف يحط ايده عليها والناس بتنازعه في الملكيه. اه والناس دول مين؟ والله ما انا عارف، انا نازل عشان كده. انا خايف لا يضيع فلوسه على شويه رمل ولا يضيع نفسه هو، انت عارفه. عارف يا عامر، انت لو قدرت تقنع صالح انه يرجع هنا تاني الشركه، يا سلام هيبقى لك عندي هديه كبيره قوي. ايه ده؟ انت حته تجيبني عشان تمشيني؟ امشيك يا راجل؟ وانا اقدر استغنى عنك برضه يا عامر، انت عارف معزتك عندي قد ايه، بس انت عارف برضه وجود المعلم صالح في الشركه هيخليها عامله ازاي؟ انت هتقول لي بيني وبينك لو جاء هنكوش لك على السوق كله، يعني اقلبها لك درمغه. ماشي. بالسلامه يا حبيبي. يلا. ألف سلام. سلام يا حبيبي. أيوة يا هند، أنا خلاص نزلت من البيت وجاي أخد تاكسي وأطلع على المطار على طول. ما تخليهوش يعمل حاجة لحد ما أجي. يلا سلام، انا جاي على طول. سلام. عشتني يا عامر، عشتني وعشتني وعشتني. ايه ده يا ابني، انت دولت ولا ايه؟ خش. ايه يا بنتي، نسيت ان انا اكس لارج ولا ايه؟ لا السلامه. سلمان. سلمان. اهلا يا دكتور. اختي مصدعاني بيك على طول. ازيك؟ ازاي؟ خش تعالى. اتفضل. ازيك ازاي وانت اصلا الوحيد اللي اصيل وبتسال عليا؟ وحشتني وحشتني قوي 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 يا عامر. ايه الاخبار بقى؟ ها كله كويس؟ هتاكل ولا هتشرب؟ عامل لك شاي بلبن. انت بتحب الشاي بلبن؟ ايه يا بنتي شويه. ولا تاخد دش؟ بص هجهز لك الحمام بقى، تاخد دش وتفوق. استنى ثانيه، انت عملت فيها ايه؟ ولا تنام؟ تنام، انت محتاج تنام. يا هند 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 بالراحه. على فكره انا ما عملت لهاش حاجه يا بنت، الطيارات ديت حاجه سهله كده بالنسبه لنا، التريلات هي اللي صعبه. طيب احكي لي بس، قول لي بقى كل حاجه، ايه اللي حصل وعملت ايه واخبار صابرين ايه؟ صابرين كويسه، بس امها بقى القبلتين لسع والبجهات ضربه ومحتاجه تتظبط شويه. ليه يعني؟ ان شاء الله، والله العظيم اسافر لها دلوقتي حالا. شكرا يا هنود، سايبينك للتقيله. وحشتني قوي يا عامر. وانت كمان والله. الحمد لله على السلامه يا عامر. الله يسلمك يا دكتوره.
طب بص بقى، انت لسه راجع من السفر واكيد جعان، انا هعمل لك لقمه كده تصبر نفسك بيها. ماشي، اهو ناكل لقمه مع الدكتور. ماشي، ثانيه واحده. على فكره اكلها حلوه قوي. اختي ده انا اللي مربيها ومعلمها الطبيخ. وانت حضرتك بقى دكتور ولا ايه ظروفك بالظبط؟ ايوه دكتور. دكتور طب كويس بقى عشان تشوف لي قلبة البطن اللي حصلت لي من الطياره دي. لا مش دكتور زي ده، انا دكتور كلام. دكتور كلام؟ انف واذن وحنجره يعني؟ لا انا بدرس لغه في معهد ثقافي اسباني. معهد ثقافي الاسباني؟ انت شغال في اسبانيا بقى؟ لا في الدقي. في الدقي؟ المركز الثقافي الناس بيروحوه ده؟ طب ما جنبه المركز الثقافي الفرنسي، ما كنت تخش هناك، شكلك فرنساوي زي الفل يعني. عامر انا اسباني مش فرنساوي. طب بتدرس ايه هناك بقى حضرتك يعني؟ فلسفة كلام. فلسفة كلام؟ هو الكلام محتاج فلسفة يا دكتورة برضو. يا عامر فلسفة في كل حاجة. ما تعرضهاش بس يا دكتور وتكبر الموضوع. بس بيني وبينك أحسن مكان تعمل فيه الدكتوراه في الهري وفي الكلام عندنا هنا، بصراحة أحلى رغي. إن شاء الله أحلى دكتوراه. معك حق. نورنا يا عامر. نورك يا بركة. يلا. يلا قوم بقى، عملت لك لقمة صغيرة كده، أنا بجهز لك الغدا. مفيش فايدة فيكي. تفضلي تزغطي فيها كده لحد ما اطول. الف انا وشيف. والله الله. ايه بقى؟ مش ناويين تفرحونا بقى وتجيبوا لنا عيل؟ ربنا يسهل ان شاء الله. بتستعجلون؟ حكايه الرزق يعني. نصيب طبعا. وما ايه اللي مخليني صابر على ام صابرين دي؟ نفسي اجيب حته عيل كده من البنت اللي بحبها. طب استأذن انا بقى. شكله زعل ولا ايه؟ اوعى يكون ملوش في المخلفش. هعملك شغل. ماشي يا هند. شكلهم الاثنين ما بيخلفوش. على فكره بقى انا بموت في حاجه اسمها فرنسا. انا اسباني على فكره. يا سلام، بموت في حاجه اسمها زيزو الدين زيدان ده. يا لهوي برضه فرنساوي. انا اسباني. والله شكلك بلجيكي، انا مش عارف حاجه في الكوره. انا بقى اسمي كريستيانو، عليها كوره شمال، اوعى وشك. ماشي يا عم كريستيانو، انا بقى استناكوا هنا. ها لو فاموس هتردد. اوكي مش هنتاخر يعني يا عمري. يلا ده اسباني بجد. سلمان حبك قوي على فكره. وانا وربنا العالي حبيته قوي، بس عريض ودماغه ناشفه. ليه؟ مصر ان هو اسباني، مش فاهم انا. مش معقول. ننوس. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا بنت. ايه ده يا ابني ده؟ ايه الندالة اللي انت فيها دي؟ كل الفترة دي ما تعبرنيش بالتليفون واحد. ما انت فاهمة بقى، ببقى في لبنان بقى ومشغول، وانا في لبنان ببقى اخر جنان. طبعا يا عم، وطبعا لسه عينك زايغة. بس بقى الناس تفهم غلط. ازيك يا هند؟ ازيك يا حبيبي؟ تعالوا يلا تعالوا ادخلوا جوه. يلا تعالوا اتفضلوا. يا سلام، ده احنا زرنا النبي النهارده يا سي عامر. اتفضلوا نجيب شاي بقى. لا لا شاي ولا حاجة. ايه يا نوسة، هما فين صالح؟ والله يا اختي قلبي علبي. ننوسة؟ ما بتعرفيش صالح فين؟ ما انت شايف اهو قاعدة ليه النهار في المكتب، هعرف اراضيه فين بقى؟ دوري كده في الادراج ولا حاجة. جتك ايه يا عادل؟ ها؟ بعدين؟ أنا عارفة. طب هيكون راح فين؟ بص يا صالح هيظهر بس لما يبقى عايز. يلا يا هند. يلا ايه؟ انتوا مش هتقعدوا تتغدوا معايا ولا ايه؟ لا مره تانية بقى ننوس. باي. لما الله يصلح هنطمنك. ابقى اسال وما تبقاش ندل. ماشي. ترى انت فين يا صالح؟ ايه مش موجود؟ اختفي. تفتكر يكون راح فين يا سلمان؟ ممكن شوكي صاحبه؟ ايوه شوكي في القلعه. ده انسب وقت ممكن الاقيه هناك. نروح له. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي، انا رايح دلوقتي. حد جاي معايا؟ ايوه طبعا هنيجي معايا. طب يلا يلا. هي قلعه ولا قلعه؟ قلعه ولا قلعه؟ شكلك كده تعليم حكومه في ال اصحي حاره كريستيانو وصل. الحمد لله على السلامه يا عامر، الحاره كلها نورت يا اخويا. الحمد لله على السلامه يا ابله هند. وايه الحته السنيه دي؟ اهلا يا ايه يا بنت مالك في ايه؟ تفرتك لحدك علينا كده ليه؟ فردات كلاتين؟ اختشي يا واد. السجاره ايه يا عامر، ما تهدى شويه. احنا جايين ندور على عم شريف.
سفريه بلا هند، اختي واخو بيهزروا مع بعض. صباحك فل حبيبتي يا اختي. انا جيت قبل سنتين. وماله يا اختي عن اذنكم؟ ابقى اجي لك يا ساشا وردقني. ها يا لهوي. يلا حلو جدا. ده مرلي عندنا كل يوم. سالفولا يا عم مجد بقدونس. سالفولا كريستيانو. احلك يا زرار. ايه ده؟ ولا بصي اهو بصي اهو بصي اهو. هات بقى هنا بقى كده. ايوه بص بيلعب معاهم ازاي. كل الجماعه هات يا اوكي. اهو اهو كريستيانو وصل اهو. حبيب قلبي حبيب قلبي. وحشنا يا عمهم حبيبي يا دولي. مع السلامه حبيبي. الحمد لله على السلامه يا استاذ سلمان. الحمد لله على السلامه يا استاذ زين. منورت. ايه يا عم الدولي انزل مصر اقعد الف عليك كده. انت صعبه دي بدل الشويتين دول مش ياكلوا معايا. طب اسال البنت هند اهو هي اللي قالت لي ان في مشاكل عندك في الارض وناس عايزين يحطوا ايدهم عليك. انت مش جاي بالسلامه وهتحط حاطط ايدك في ايدي؟ ما حدش يقدر يقرب لنا. ماشي يا دولي بس دول قطعين طرق بيرموا بلا يعني على نفسهم. انت مش جاهز؟ حصل. خلاص انا هاخد عامر كده عشان عايزه في كلمتين. طب مش هنلعب ماتش جيم بعدين؟ سنتر على المدينه. وحشني وحشني. يلا دكتور اتفضل يا سلمان. يلا هات بارسي. يلا بارسي اهو. تسلم ايدك سلمان. والله يا صالح انت مشيت من هنا واي عيل تافه ملوش اي لازمه رفع دماغه بدماغ فؤاد. يا راجل. اه والله العظيم وكل السواقين سابوه ماشي حتى العجل برك جنبه. لا حول ولا قوه الا بالله. بس ما تقلقش على فؤاد. فؤاد دماغه كمبيوتر انت تايه عنه. هيدور الشركه احسن من الاول كمان. بالله يا دولي احنا هنتعج على بعض ولا ايه؟ ما كل الناس عارفه ان انت اللي مدوره. ايه يا اسطى؟ ما تعتق كلامك مره واحده. انت عارف ان انا مش هسافر تاني. انا جا النعمه اول ما قلت له اني نازل مصر قال له النبي تبص لراس الدولي وتسلم لي عليه. يشكر يا عم. صحيح يا صالح. ما تسمع الكلام وتخليك من هنا وهناك. جرى لك ايه يا هند؟ انت هتجنني معاكي؟ انت عايزاني اسافر تاني؟ يا اخي انا خايفه عليك. اديك شفت لما اشتريت الارض ايه اللي حصل. ما حصلش حاجه. مشكله بسيطه هتتحل ان شاء الله. بسيطه ازاي يا صالح؟ دول بدو. هما البدو بيسيبوا اراضيهم. ارض مين يا عامر؟ ده ارض انا ارضنا. انت عايزني انا اسيب حقي؟ ما اقصدش يعني بس دي عقده. مفيش عقده ولا حاجه. كل عقده وليها الف حل. اشرب الشاي بتاعك انت وما تشغلش بالك. ما تشغلش بالي؟ خلاص يا صالح. مش هخاف عليك يا عم. مش هخاف عليك يا عم. خاف عليا زي ما انت عايز بس انت عارف ان اخوك يعني يتاكل. اسيب حقي؟ احنا مالنا بس ومال الدوشه دي يا دولي؟ هتقول لنا على الطريق ودوله بتقضي بالدولار ايه اللي هيجيبنا هنا ونسيب الحياه السهله دي؟ اه الحياه السهله دي للي ماشي شمال. وبعدين معاك جرايه يا صالح. في ايه يا عامر؟ انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ لا هنتخانق ولا زفت. انا لو مت في الحادثه اللي عملتها دي ولا رحت في حديد كان ايه اللي جرى؟ ألف بعد الشر عليك يا أخي. موت إيه بس يا صالح؟ هتفرق إيه بقى عن الموت هنا ولا الموت هناك؟ وفي عهد الموت في كلام؟ الكلام كله بيحصل في لحظة الموت دي، افهم بقى. أنا مش فاهمك. إيه علاقة الموت باللي بتعمله ده طيب؟ الحادثة دي فوقتني، إيه إحنا بالصلاة على النبي خمس تنفار، إخوات أه وعزوة أه بس كل واحد متفرط في جهة، كل واحد في حتة. عاملين زي شوية القش، لو ما اتجمعناش أي شوية هوا هيطيرونا. طب لما نتجمع ايه اللي هيحصل يعني؟ نتجمع الاول. نتجمع الاول يا عامر ونعمل مشروع كبير كلنا نحط شقانا وعرقنا فيه نقف جنب بعض. المليان يكب على الفاضي يا عامر. نحمي بعض نحب بعض نبقى ايد واحده. انا خايف نتلم على الفاضي. هنتلم على الفاضي ازاي؟ انت هتجنني. هنتلم على الفاضي ازاي؟ زي ما حصل في البيت يا صالح. كان لممنا كنا بنسافر ونرجع مطمنين ان عندنا ملك. انا خايف نتجمع على صالح ونبقى في الهوا. السلام عليكم يا اخويا. وعليكم السلام يا برع. خير؟ ولا شيء ولا شيء في الارض ولا حصوايه كان ما كان غيرش الحديد اللي وسط الارض. معقوله زي الراجل صالح ولا بيعمل ترتيب تاني؟ والحكومه يا ود يعني بيعدوا مره ولا مرتين؟ ادينا قاعدين. ايوه ما تشوف الاسطى صالح ابو دماغ ناشفه هيركن على جنب ولا هيسوق فيها؟
حرم من سليمان. جمعا يا صالح ان شاء الله. انا نازل، ما تقولش الجماعه اللي انا نزلت بدري. حاضر، بس انت برضو خد بالك من نفسك. خافش عليا. ماشي. وبقول لك ايه، انا مش عايزك تزعل من اخواتك وبالذات هند. هند دي بنتي، ازعل منها ازاي؟ ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا باشا انا طرت من الفرح لما عرفت ان انت في مصر، قلت لازم اجيلك. انت فين يا عامر؟ انا دايما اسال عليك جبر. انا قلت اجي لحضرتك ونتكلم. خير؟ اتفضل. صراحه يا باشا انا سبت جبر وشغال مع فؤاد والدولي دلوقتي. سبت جبر؟ انا عارف قوي ان انتوا كنتوا مستريحين مع بعض، بس سبته ليه؟ يعني شايف ان انا لوحدي هبقى مستريح اكتر. بس انا ما بستريحش غير بجبر يا عامر، وانت عارف. طب ما تجرب يا باشا وتشوف، وانا معاك ضامن. انت تضمن نفسك وانا ما اضمنش غير جبر. اه معقول برضو يا باشا. عموما يا باشا انا تحت امرك وفي خدمتك عن اذنك وسبب ايه. ما تحرمش منكم يا رجاله، جمالكم في رقبتي، بس اللي اقوله شرط اخره نور. انا مش عايز دم، مش عايز حد يتاذي. المطلوب منكم اللي انتوا تصطادوا لي واحد ولا اتنين، انا هتصرف بطريقتي. مفهوم يا ازازه؟ ما تقلقش يا كبير، عليا النعمه لو دبانه فكرت تخش لا اجيب لك متكتفه. البق الحمضان ده اللي قلقني يا ابني، انا مش عايز اروح في داهيه. ما تقول حاجه يا شوقي. ازازه بلاش كارت التعارف اللي انت شغال فيه ده، خد الرجاله وشوف شغلك. ماشي يا عمي، بالاذن بقى روق الرجاله وارجع لك. روق عليهم، عندك سجاير في الاوضه وشاي وسكر اللي هم عايزينه. خيرك مغرقنا يا كبير. يلا رجاله، يلا رجاله. متأكد ان هم عينهم علينا دلوقتي. مش يعني لو عينهم علينا ما ممكن حد منهم يضرب نار علينا يعني. طب ما يا ريت على الاقل نعرف هم بيطلعوا من انهي نصيبه، نعرف اتجاههم. يا ريت يا صالح، افرض طلقه جت في حد مننا نموت يعني. يا جدع العمار بيد الله، بطل طول كده للرجاله تخاف. ماشي. بقول لك ايه، وانت بتكلم الرجاله يعني قعدت تقول شاي وسكر وسجاير، يعني مش عايزين نفرطها يطمعوا فينا يا اخي. الناس جايه تخدم يا شوقي. ماشي، يعني اجيب سكر بزياده صح؟ يلا بينا. يلا. محدش اهو بناحيته. صبوه يقعد قدس البلطجيه بتوعه، شوفوا مين يجرب منه. وبعدين يا اخويا؟ ولا يا ابنين، ادينا قاعدين لحد ما يتعب يدور علينا. كل. عايز تاكل. ما تعكنش علينا وكل. ازازه عمي، هات البويه على الترابيزه دي. انهي واحده؟ الاثنين. ما قلتليش يا ابني اهلك فين بقى؟ أهلي؟ أنا ما أعرفليش أهلي أصلا. من يوم وأنا في القلعة، أم الله يسامحها بقى لو كانت عايشة ورحمها وكانت ماتت، خافت عليا وأنا حتة لحمة حمراء قامت حاطاني في سبت. سبت؟ آه سبت، سبت أبو حبل ده. أم هاني بتشد السبت لقت إزازة قدامها، ومن يومها وأنا من بيت لبيت ومن سبت لسبت لحد ما ودوني الجمعية بتاعت اليتامى، وطبعا هربت منها. هربت منها ليه بقى؟ كانوا بيضربوني جامد أوي. مهني؟ لا، في الجمعيه. وانا ما احبش حد يضربني. عارف عارف هذا يا زازه، انت طلعت انسان مضطهد معقد، عشان كده بتاخد مطوتك وبتثبتها في الاخرين في عالم مليء بالنفايات، يعني مضطهد. انا مش فاهمك اصلا، بس يعني انا عمري ما ضربت حد. انا اعور اشق بطني شغال، انما حد الله ما بيني وبين الضرب. بس انا عمري ما شفتك في القلعه يا زازه غير اخر مره جيت فيها بالصفر. اه انا كنت في بعثة. بس دي انا قلت لك قبل كده دولي، الواد دوت كان لما بيعمل مشكله بيخش السجن ويخرج منها، تحس ان السجن ده بيته العائلي يعني. انا رجعت الحطبة وانا عندي لي 12 16 سنه كده، لحد ما لقيت مجد سنين ورا بنت مرمي جنبه. مجد ايه اللي لمك عليه؟ هو اللي جندك؟ لا ده انا جند قبيله. انا قعدت جنبه عشان الاقي لقمه اكلها، اي لقمه اي حاجه اي مصلحه تيجي يعني. زبون حلو طالع من عنده، معاه ساعه، مع خاتم، محفظته الجميلة، ما هي بترزق، ربك ما بيسيبش حد ينام من غير عاشق. وانت على كده بقى في البطاقة اسمك إزازة؟ أنا معيش بطاقة عشان يبقى فيها اسم أصلاً. إزازة ده اسم الشهرة، النقب بتاعي يعني. أقول لك جت منين؟ إيه؟
اي حد يقبل عليا او مقاسم ازازه نصين، نص في ايدي والنص التاني في رقبته. بالعدل. اه سلام. طب بقول لك ايه، انت مليت دماغي كلام، قوم شوف الرجاله بقى. تامرني يا عمو. يعني بعد اللي عمله ده خد لقب ازازه يا ابن اللذينة. الواد ده بيتكلم جد ولا بينتش في الكلام؟ لا 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 لا، الواد ما بينتش، هو انسان مطهر، كل اللي شافه دوت كون شخصيته، بس الواد ده كمان مسيطر في الحطابه، يعني يقدر بفضل الله يلم لك رجاله الحطابه دول في ساعه زمن. ده ايوه يا جدع، ده ما بقولكش ان هو سبيب شويه، بس قلبه ميت بقى، يعني قلبه يعرف الموت، ما عندوش مشاكل. عارف بقى الرجاله اللي هم بيلمهم بيعملوا ايه بقى؟ حد بقى مسوق عربيته، عنده مشكله، واقع في ورطه، عنده حته ارض، يعني ناس بتهدده، هفق يعني. زي يعني اليافطه، اليافطه دي احنا محتاجين ما ينفعش نعلقها، لان لو علقنا اليافطه هتثير نظر الاخرين وتثير الضغينه في نفوس الطرف. خلاص يا شوقي، خلاص يا شوقي، قلت لك صدعت يا شوقي. ايدك معايا نعلق اليافطه دي. نعلق اليافطه. سلام عليكم يا رجاله. رايح فين يا جماعه؟ انا عمرو ابو ضيف، اخو المعلم صلاح ابو ضيف. خلاص سيبوه. راح يلطف بجميع القطر المصري الشقيق. خش خش. السلام عليكم. جايكم من انهي ديسكو دول؟ السلام عليكم. مساء الفل. السلام عليكم. صالح. عامر. ايه اللي جابك متاخر كده؟ يا سلام. انا افتكرتك سافرت. اسافر ازاي يعني؟ اسافر واسيب اخويا حبيبي زعلان مني كده؟ انا فاكر ان انت لما تسيب بلد وتنزل على مصر دي حاجه سهله. انا عامر عمر ما عملت حاجه سهله، بس المره دي بعملها عشانك وعشان اخواتك، صدقني. هلا انا ما عدتش عارف اقعد في بيروت، مش طايقها من غيرك، فضيت عليا. ايوه يا حلامتي. ها قول كلامك الحلو، ثبتني. هو انت كده على طول ظالمني. أنا برضه اللي ظلمك. أنا اللي قلت لك سيب الشغل معايا. أنا اللي خليتك تسيب السكن وإحنا عايشين في شقة حلوة عشان تسكن مع نفسك وبمزاجك. أنت اللي حابب تشتغل بدماغك. وأنا ماشي بدماغي ومتدلع على حسك برضه. أنت متهيألك يعني إن أنا كل الدلع اللي بعمله ده يعني بعمله وأنا مش عارف إن أخويا الدولي في ظهري. طب فهمني يا حبيبي، إيه اللي مش عاجبك في المشروع؟ عايزين نعمل شركة كبيرة، ليه أنا وأنت وإخواتك؟ نكبر بعض يلا. المشروع ده هيبقى حاجة حلوة قوي لينا كلنا، بدل البهدلة على الطريق. ايه اللي مش عاجبك في المشروع فهمني؟ بهدلة ايه بس؟ ده البهدلة هي هنا اهي، نايم على الأرض في صحراء وموقف لناس بلطجية وجايبهم مش عارف منين عشان يحرسوك. مش عمرك، مش عمرك والفلوس اللي دفعتها في الأرض دي يحرسها بلطجية. ده هو ده الهم.